ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. طبعا التشيكن سايبينها نار متوسطه. هنبدا بقى نقول وصفه لطيفه للرز. خلينا نقولها بسم الله. ارز الريزو، عندي ربع كوبايه من الزيت، معلقتين كبار من الزبده، بصله مكعبات، تقدروا تحطوا زبده وتقدروا تشيلوها، دي اختياري يعني. بصله مكعبات صغيره، معلقه من الثوم المفروم، عندي كمان مكعبات من المرق الدجاج، مش شرط يبقوا أربعة، ممكن احط اثنين على حسب الكميه. وفي الاحسن والاحسن اللي بتتباع باودر عند العطار، رائعه. وفي معلقه كبيره من الكاري، ونص كوبايه من الباربيكيو صوص، نص كوبايه من الكاتشب، في تشيلي صوص، ده اللي بيحب الحاجه حاره فيها سبايسي، مش عايزين اعتبروه مش موجود. هنحط الباربيكيو والكاتشب والصويا صوص معلقتين، وهنحط معلقه من الصلصه الحاره او لو في معلقه هريسه مفيش مشكله. عندي معلقه صغيره توم باودر، وثلاث كوبايات رز مصري، وطبعا الميه بتاعته. طيب انا هفتح كده، هشوح الاول الايه الرز. بسم الله، هنحط الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. وهاخد كده معلقه خشب. بسم الله. وهنزل البصل، الريزو ده او الريزوتو ده طبق ايطالي بيتقدم كده كمقبلات قبل الطبق الرئيسي. طبعا الريزوتو انتوا عارفين كرات الرز اللي بتبقى ستيكي شويه كده وبتتحشي حاجات، فيبقى لطيف برده من وصفات المحببه. حطيت رشه ملح، عايزه احط كمان الثوم المفروم، معلقه كبيره كده، والمرق. الوصفه دي بقى بتحب المرق، انا بقى عندي شويه باودر وشويه ايه مكعبين كده، هو ده الطعم يعني، وبتتباع بودره عند العطار. وهنحط بقى الصوصات بتاعتنا. بسم الله، صويا صوص، وخلوا بالكم من الملح فيه، ده تشيلي، تشيلي هحط جزء منه مش كله، كاتشب، وهنقلب كده. صويا صوص برضو ليها فوائد على فكره، ده الباربيكيو صوص، عايزه اقول لكم مليئه بالمضادات الاكسده وبتحسن عمليه الهضم جدا، بس ما نكترش منها. طيب ايه تاني عندنا؟ الثوم الباودر، حطينا ثوم عادي، هنقلب كده تقليبه حلوه، معلقتين زيت كده مع بقى بعد ما حطيت. خلوا بالكم الصوصات دي عامله زي بالظبط السمك اللي بنعمله الاحمر اللي هو بتاع السمك اللي بالطماطم وكده، فبيبقى تقيل، فلازم ايه نسويه على نار هاديه، يعني مش يبقى هيستوي على البخار اكتر ما هو هيستوي عشان ما يتلسعش. الصوصات دي كمان فيها نسبه من السكر. خليني بس نقلب تقليبه حلوه كده، فعامله زي الطماطم والصوص وايه وممكن تتلسع مننا، فنهدي النار بعد ما ايه نحط ويغلي، وما يحتاجش ميه كتير قوي يعني. خلوا بالكم بيبقى ستيكي شويه يعني، من النوع اللي مش رز مفلفل، يبقى رز ايه في تلزيقه سنه كده. بسم الله، ميه سخنه، هنقلب تقليبه كده حلوه كده، وخلينا ايه نزود شويه بسيطه كمان بس. طبعا انا هحط رشه بسيطه قوي من الملح، ما تنسوش ان انا حاطه صويا صوص دارك، يعني ايه الغامقه اللي هي نسبه الملح فيها عاليه شويه، فاحط حاجه بسيطه كده من الملح. حطينا طبعا مرق دجاج، زي ما قلت لكم هشيل بس ده عشان ده فص ثوم كده. مرضى القلب بقى ما تحط لهمش صويا صوص والحاجات والناس اللي عندهم حساسيه او في فم المعده في مشاكل للحاجات الحاره، بلاش منها خالص. تعالوا معانا مدام سهير من الجيزه. يا اهلا وسهلا، تسلم ايدك مقدمه. الله يخليكي مدام سهير، تسلم يا رب، شكرا لحضرتك. نشكرك جدا على الوصفات الجميله بتاعت الاطفال. الله يخليك يا فندم، تسلمين. انا والله اطفالي فعلا رايحين المدرسه بعد بكره، ويا ريت تعملي لنا الحاجات السريعه، اعملها لهم الصبح كده من عينيا، اللي هي المخبوزات اللي كنت بتتكلمي عليها. عاملين مخبوزات حلقه الاسبوع ده ان شاء الله، حضرتك هتتبسطي بيها، فيها البيتزا وفيها الباتيه وفيها حاجات حلوه ان شاء الله، يتبسطوا بيها قوي ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العام الدراسي الجديد. حبيبتي وحضرتك بالف صحه وسلامه يا رب. اشكرك، تسلمي لنا يا رب، ميرسي لاتصال حضرتك ويعني لكلامك الجميل ده. انا هحط بقى شويه كده من الكاري، وحطيت شويه من نفس الخليط اللي حطيته مع الريزو، نقطه زيت واحده
هقلب بقى الخليط ده كده، وعايزه ايه انزل فيه التشيكن. بصوا انا مقطعها صغنن قوي، ممكن يبقى صدر كفايه، عايزين تقطعوه بقى اكبر اصغر دي حاجه ترجع لحضراتكم. عايزين تعملوا بالستريبس وبعدين بعد ما تطلع تقطعوها. المهم التتبيله دي هتدي طعم للايه للرز لما هيطلع. تعالوا بقى هشيل دول كده، وبعدين هحاول نقدم ان شاء الله هتبقى رائعه. بتبان بقى طول ما هي بتبقلل وتطلع ميه شويه ميه، هي استلسها اول ما تبدا بقى خلاص تحسوها تمام. هزق لكم ده هنا، بسم الله. هنا ده شايفين ده في سنه لسه بعرفه من ال دي. تعالوا بقى ايه دي، تمام. لسه ما كملناش الفراخ اللي هنعملها على الريزو، هنكملها حالا. انا بقى بفكر انزلها اصلا في نفس الخليط بتاع الايه التوابل اللي انا قليت فيه بالفعل الايه الدرامز ده. هنزلهم كده وهاخدهم بقى ايه اقليهم مره واحده كده في الايه. انا عايزه السبايدر بتاعي اهو، بصوا هاخده كده وهحطه هنا هو اللي في الخلطه دي، عشان لما اجي اطلعهم ابقى صفيتهم لان انا مقطعهم صغير قوي. طبعا هما لو ستريبس ينفع نعملها بنفس الطريقه، وطبعا هنقطعهم بعد ما يطلعوا. بصوا بقى هاخد الخلطه دي كده هنزلها هنا، وهاخد كده من الايه من الدقيق ده كده. انا وطيت النار على الرز زي ما حضراتكم شفتوا. بصوا بقلب بس تقليبه حلوه كده هنا، نفس الخليط يعني ايه بشكل لطيف كده. حتى لو هو مش واخد القاتن كله من فوق مش مهم، المهم ان هو يديني طعم حلو لقطع الفراخ اللي انا عايزه اقطعها من فوق اهو كده. شايفين ازاي؟ ناخد بقى الكام قطعه اللي وقعوا دول كده كده. بنفس التتبيلة مفيش على طول، انا مقطعها صغير عشان تاخدش وقت اهو. دي صدور اصلها، شايفين ازاي؟ وهاخد طبعا كده منديل، ممكن انزل عليه الايه القطع دي برضو على طبق كده، هسيبها شويه زي ما انتوا حضراتكم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين ازاي؟ لسه في شويه هنا، خليني اخدهم دول اهم. بصوا اهم بواقي بقى دول حطوا كمان على الرز. بصوا بس كده، هشيل دي بس من بتاعت التشيكن. خلاص هنحط دول هنا وهنبص بص على الرز. انا مش عايزاه يتحرق، لازم اقلبه تقليبه، فاسمحوا لي اقلبه تقليبه كده. معانا دانا، اهلا يا دانا. الحمد لله. عامله ايه يا روح قلبي؟ الحمد لله كويسه. اه دخلتي السكول ولا لسه؟
خلاص انا داخله. يلا على خير يا روح قلبي، ربنا يوفقكم كلكم يا رب، النجاح والتفوق ليكم. شكرا. العفو يا نور عينيا. انا كنت عايزه رز بسمتي الكالوري بس كده من عيني. بس الرز البسمتي قالت ايه معلش عشان ما سمعتش؟ الكالورينج. الكالرز حاضر من عيوني بس كده يا روح قلبي. الملون حاضر نعمله عشان خاطر عيونك يا دندون. شكرا. العافية يا روح قلبي، نورتيني وشرفتيني يا دانا، شكرا ليك يا حبيبة قلبي. أنا بقى ممكن أقفل بعد بقى ما خلصنا شوية دول، هشيل كده البواقي دي كده خلاص، وبعدين هاخد اللي باقي ده عشان حرام هنحطهم نكمل بقية الدرامز. وانا بقى هعمل مع حضراتكم دلوقتي سلطة محببة جدا جنب الوصفة الجميلة دي، الولاد برضو بيحبوها. اتمنى يا رب برضو تنول اعجاب حضراتكم. طيب هنجرب دلوقتي كده، لازم اخليها تاخد كده كويس الكوتل، وهننزل كده وهنعمل كده. احنا هنقيه بس نقدم حاجاتنا الحلوه دي الاول، التشيكن بتاعتنا. بصوا بقى وهننزل هنا، بسم الله. كده كده هنزل هنا برضو. والرز بقى خلوا بالكم الرز ده انا هديت النار خالص علشان يستوي على البخار، يبقى بقى ايه يعني كده. هو حساس شويه زي الرز الاحمر بتاع السمك على فكره، لو حضراتكم بتعملوه بيبقى محتاج كده ايه تسويه معينه. هنزل هنا وهرجع تاني اعمل كوتنج صح، احط فوقهم حلو اهو كده كده اهو. طيب خليني بس ايه ده. وهنبص على الرز على أربعة أهدى حاجة. بصوا وهشتغل برضو بالشوكة. هو خلوا بالكم من أنواع الرز برضو اللي مش يعني إيه مش مفلفلة 100%، بس تمام الطعم بتاعه هيبقى روعة إن شاء الله ينول الإعجاب. أخطي بقى كويس وهديت الحرارة خالص علشان يكمل سواه. ودلوقتي بقى انا ممكن نطلع لاستراحه، هرص بقى الحاجات الحلوه دي ونشيل الحاجات دي عشان نبدا نعمل سلطه جميله مع بعض، ونشوف الحلو بتاعنا برضه هيبقى محبب للاطفال نقدر نعمله لهم في السكول، ياخدوه معاهم حاجه مغذيه وطبيعيه في البيت. هستنى حضراتكم بعد الاستراحه.